حود كان هو يعني جرينا اكثر بدون كره اظن بانه لعبنا بواحد الاسلوب اظن اللي ما استوعبوش اللاعبين يعني في بضعه ايام اللي اشرفنا فيها على العارضه التقنيه لوداد تمارا حنا بصدد اكمال العمل اللي كملوه لي كوليغ ديالي سابقا السي سعيد الصديقي السي محمد بن مسعود اكيد بانه المهمه ليست بالسهله لكن ليست بالمستحيله اظن بانه الشوط الثاني يعني ما بين الشوطين درنا يعني ثلاث تغييرات وبدلنا كذلك من 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 الشاكله اظن بانه رجعنا للتوازن كان عندنا استحواذ اكثر كنا اكثر عمق يعني في اللعب هددنا مرمى الخصم اجبرناه باش يركن الدفاع ديالو هذا سهل علينا يعني الماموريه زعما سي بيان انستالي في لوغ دو ميتيغا سا سي امبورطون و فوالا تنظن بانه نتيجه مستحقه نهنئ اللاعبين